waxaan ku soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa جمعية الهدى الخيرية هيئة الهدى الخيرية تبرعاتها كانتي يما ذحلي ذا يما ذحلي سوى فلقة قدوميها قبل خاوضل لها قدوني ولها قدوني بغا قدوميها قبل خا قدوميها مضع سوى فلقة مضحنا فلقة هيئة هذه أبان يقوم هاد علينا وحن dadkaaba laysan ee dibaatada abaartu hayso ee u soo gurbateen ee soo gaarsiiseen ee gudo ee iyada iga mahad celinay ee karaha waxaan ku soo dhaweeyaya ayaan oo ah madaxa saafal هيدا الجدة أنا مر أهين أنا مر لبعض أهين أردور شركة صار متجر كل إيم بدنا وأركين قد بدنا الخمالين صار إيم بين دوي سقي الدومية قبل كوا إيه صار كنا وي شرتاب وحن نم حط قيا هيدا الجدة وحن الله كل إيم بدنا وارد كان تين أكلنا أنا أقول لك أن الحياة في المدرسة 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 في أخفاف بدن يحاول بدن عن صوت الجلني سدي عن ضد كان داقدا مركزيا نسو جارسين له داقدا واحد كتمد جمعيات مركز قدرها والله يرحمه مؤسس الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني ومؤسس خيري أو قدر كتشرته وانت تاجر بدن جيستي ودن كان جارهان كجيستي وحنا داقدا نككوبان تهاي بريز سكر دقيق سليد يا تمر أي ككوبان تهاي وأنا داقدا نقول ثلاث جلني أفر بقوله قيس إني كفى إذا استاد وحمرك عسى عن آد يا آد مرك عقوم هذا نقيا مذاح ذكرن كأن لا شو جا قدوميه مرك عسى وهو الرجال يوم عير كي يوم دونك مرك عسى سدواها صافلك قبل كأوضل أيان كذا من آد أيام هم تقوم هذا نقيا عدي دقة النسوق عرسى سنة وحلا جزاكم الله خيرا ضد كي طبعا إصلا أمانة دي مرك عنا نقصو دي بينا وأنا بدني عن قصو دوين دولا أنا أقول لك أن المزارع الديجيتال وحن آدي آد ماتا وغو محلنا قينا يعني هيدا الهودة يسوق عرسيسي إن دايغدا راشيكا تولد آل بحيو آدي آد دادكا يا باروسا مينها أو الليح سنوط رو كدين وحن الآدي آد قفر حسن هاي دوميها قولكا مستر عبدو أحمد عاير أو يسوقنا كقايب قاتي أو أي تايمر كبور يسوق برصاب ولكن راشن أنا هو ضيق هي أي تايمر كبير سو سو قاعدة تلذن آل بحي آدي أدبان لما تين إذن الله هي ولا تين السلام عليكم هنتي ما أنت مركا لا إيوه ومالين خير قبته أو أقصد تون آل بحي سببتنا أي تاي ما أنت وح أرتين هي لوار راشن لوجو سو برمدي أو أي ضيق أهان ee adda alhuda bixay oo iyadu runtii ay ku amaanan tahay een marka hore waxaan leeyahay hay'adda alhuda iyo cidii u ahayd een maalgeliska oo hay'ad khayriya iyana ah oo gadariya dhamaan een ilaahay ka jazaay mariyo oo abaalkooda ilaahay ka siiyo een maanta baahidu ma aha mid عال يعني عداء عال بحيك أو كلي كوئك باهدو ومد باهسن أو قبل كورد كشرته أبار آدي آدو كلول با كشرته يعني ميرا قار كود أنا صور دافنا هل كان ويكسي دريت هنتي يعني ميرا آدو قد رم بيعاين يعني مركاو حان رجين يا يعني هي عدا الهدى هي عاد ككلاء خيري قا يدل كتشوجة يكوا ان انترناشنال ان جي اوز كا اكو سوغان ودنكا iyo xukuumadda Soomaaliland
دمان إني دتك أبارو هيان أم إن إن قف كستو أركارنتي قلب يجيشو وين نحدين قلنا يسوع أرجودة هي هي حراي هاي استان بس النقدين هدي أن إلى هاي الرحمة دك دك أصول شوين باهي بحسن باترته وحنو باقي إن إن عد كستو أو إن وناقة شعل أو شعل بني آدم لماذا إن أي دتك كان إن ما أنت هالكلام كوسو قلنا هاي يقبلك سيرل ما رب ضرعه يقبلك أيضا لبذا با دد بل بدن با أي كشفت أبارتي أي بسنت هاي وعكم ده هالوجه هي أو كله وهي هي أدني راشي مدرتي وينا أن بريتو إن شاء الله تعالى أن قاري دونه وتجد دونه وحلاه هاي الله رعدي سما فلك وناج يسما فلك شعل هلا شو قادو دد كعباهن كوسوغان دعامدا أودل يسلل هلا نشوف قارد دق أيان لا هاي وأنا غو باقيا إتكسته أو دق بحيالة وكجيسن كرا قعن تسواته وحنلاقي بشدنا أنا نقد نحدين السكر قارنو أذبر غو فرح صناعي وأنا كنتي أمان قارد أسوي شيء دنيا مركان حقب بدن إيوه ورب بدن oo hore waniga iga horeeyay aan qaatay hay'adda hooda gobolkan waxay ka geysataa oo ku leedahay gacan weyn dhinaca samafalka dhinaca adeega bulshada dhinaca baahida dadka oo ay dabool tirto intii awoodeeda marka waxaan leeyahay ilinkana ilaahay ay idin ka jazaay mariyo cid kasta oo hay'ad khayriyana waxaan leeyahay in ku deesham wanaagsan bay mudan yihiin sida ay ugu gargaarayaan dadkooda iyo bulshadooda meel kastaba waxay ii sheegeen oo kale in gobolka Togdheer wiigii hore waxay gobolka saaxiib ay diyaarsiyeen deeqo la mid ah kuwan oo kale kuwa kale waxay barateen inay aad badan gurmad u soo galaan gobolkan Awdal iyo Sare oo ay baahida maanta taale ee ka dhex muuqata ilaahba ka qaadi kare in ay intii ay wax ka tari karaan ay wax ka soo taraan wasalaam aleykum waxaan raaxin anigoo ag gudoomiyaha tuulada Ceelbaxay ee beesha Ceelbaxay waxaan mahad celinaynaa oo maanta aad iyo aad u salaamaynaa hay'adaha noo soo gudbiday iyo al-hufiga gudoomiyaha Cabdi Naasir hay'adda al-hufiga gudoomiyaha iyo bara saabka gobolka maalin farxad leh waa maalintii ay dawlad iyo hay'ad isla socotay noo yimaadaan awl waxa loo iman jiray raashirada Jabuuti ka yimaada hay'adaha una wadaan laakiin bara saab gaasimada mudajinta maayarka degmada Boor hay'adihii intaas oo isla yimaada horta waa maalintii u koobaad farxad bay noo tahay وحي كستو غانكا جيستر ما صلابين انا وانت مانتو واي نوت اي فرحدوي دغدم بلادن نوغتو ميتي هيدها واي نسو بيسي امد امين يا حكومه دا ويدنا